نفس الشرح هذا اللي شرحناه احنا بس احنا زيد عليه شلون نسوي سلكشن للابارتمنت. فراح نمشي سريع تعريفات الابارتمنت وشلون ستريسز والايفالويشن. طبعا الايفالويشن تبدي بالكلينيكال اكزامينشن واستخدام الفيتاليتي تيست راديوغراف. اوكي نورمال ايفالويشن فور ذا ابارتمنت اف سيرفيس بروبرتيز فور ذا ابارتمنت تو بي سلكتد فور ذا فيكست بريدج هي ريكويرمنت وين ايفر بوسيبل يكون الابارتمنت فايتال تو يو. اصور الصوره من هناك supporting tissue لازم يكون healthy, no inflammation, no mobility, okay, no severe periodontal diseases. فإذا قلنا أول شيء whenever possible يكون vital, ثاني شيء no periodontal diseases, no mobility. وأيضا إذا كان endodontical defect يكون asymptomatic يكون الobturation مالته sealed and obturated. يعني يكون الendodontic defect مالته يكون مفتوح. شيء factors اللي تأثر على الابارتمنت. Some of the factors are related to the feed and some related to the surrounding tissues. Okay, how the factors in the tooth, it can be caries, with the shape of the tooth, crown length, size of the crown, axial relationship, what are the factors that affect an abutment, selection, what condition of the supporting tissue. I saw it clear, I'm trying to, okay, so يعني قسمنا راح نشرحها هسه. أول شيء in case there's caries, إذا كان عندك caries موجود شنو هي الأوبشنز اللي تسويها؟ أولاً إذا كان sound ما عندك أي مشكلة ideal form of preparation. إذا كان أكو caries اعتيادي راح تسوي كابيت preparation, خلي lining, خلي filling عادي وبعدين second visit راح نسوي crown preparation. مرات يكون extensive caries ويكون caries أهم شيء caries أهم نقطة تركز عليها إنه caries ما يكون with the end of the margin of the abutment. And then when we start preparation, the finishing line does include sound tooth. هذا أهم شيء. فما يكون المارجن عندك لا على كاريز ولا على restoration. حتى لو نحتاج بعض المرات نسوي gingivectomy to expose tooth structure. Okay, and extend our finishing line. Subgingivally, المهم ما يكون الفينشينج لاين مالتك على كاريز. مرات يكون اكستنسيف كيريز اكسترا اوردينري يعني بين اذا كان اندودونتيكال ديفيكتس برو. المهم نسوي كل الفيلينج تكنيك وبعدين نسوي البريبريشن. واذا كان هوبلس بهالحاله لازم يكون اندودونتيكال تريتد اند ذن وي ميك ذا ابارتمنت بريبريشن. احيانا يكون مو نورمال شيء لكن يكون كونيكال هو الكونيكال شيب او يكون بيك شيب تراكيزويدال او بلبس اللي هو يسموه مثل البصلايه. اوكي او تيبر. طبعا هذه الديزاينات تاثر على الباراليزم اوف ذا بريبريشن. فبالحاله شو راح يصير عندكم؟ راح يصير عندكم حتى نسوي بروف استكيت راح يصير اوفر ريدكشن. طبعا هاي اذا دائما تكون ليميتس ان اكو ليميتس كوركتبل اكو ليميتس نوت كوركتبل اكو مرات كلش شورتي كلش ديفيكولت تو بي بريبيرد. فأحيانا نسوي هاي أما كوبينج بالديسكوبي تو كراون أو نسوي ريموفر أوف ذا كراون ونسوي إندودونتيشنال إندودونتي تريتمنت ميتال كوبينج اللي هو باست كراون ونسوي فوقها هذه البريبريشن اللي أنا فعلا صعب يكون البريبريشن خصوصا بالسمول. الكراون لينث لازم يكون أديكويت أوكلوزو سيرفايكالي حتى يكون الإنديني أتشيف سفشنت ريتينشن. في حالة شورت كراون شو يصير عندي؟ أول شيء دائما التشويسز للفول كفرج نهائيا أي شيء مايل ما يفيده لأنه نحن نحتاج ريتينشن وعند شورت كراون. أوكي؟ أو نحتاج مثل ما قلنا هسه كراون لينثنينج اللي نسوي جينجيفكتومي أند إكسبوز مور تو ستراكشر حتى يكون عندي أديكويت ريتينشن. سايز أوف ذا كراون هذه أيضا يأثر على نوع الريتينر اللي هو يستخدم وأجين إن كيس أوف سمول سايز كراون لازم يكون فول كفرج. Axial relation أيضا تأثر على design of abutment. To certain limits you can do that إذا كان rotated or tilted or overlapped or malposition. لكن نحتاج إلى specific type of retainers. وهذه قلنا بعدين تأثر على design of the bridge. نغير من fixed fixed إلى fixed mobile إذا كان كل difficult to achieve one type of insertion and withdrawal of restoration. The condition of the supporting tissue is very important.
bond كانت bond loss okay and exposure part of the هذا راح يأثر على measurement of this length اللي هسه راح نحكي عليه next slide اللي هو يأثر على decision مالتنا بأنه نقدر نستخدمها كabutment or not. A supporting tissue it should be healthy when also the supporting tissue which is general tissue with irregular bone, no mobility, radiographic شوفنا normal bone, trabeculi يلا نقدر نستخدمها أو نختار كabutment. هنا هذه البراون روت ريشيو اللي أريدكم تركزون عليها هذه مهمة نختار الأبطمنت اللي يكون عندي نسبة الريشيو أوف البراون تو ذا روت 2 to 3 يعني تو الإمبيدد إنسايد ذا بون يكون الأماونت أو السبيس أو الديستنت أو السكيل وات إيفر ذا ميجرمنت يكون لونجر ذان ذا براون أوكي هذه لازم شو بي أتشيف فإذا كانت الريشيو الريشيو اللي نقصد فيها portion of the tooth above the bone okay okay do that within the bone that's the tooth in the ratio here 2/3 now ratio for optimal yeah optimal tooth to be used for abutment in the tooth 2 to 3 in minimum acceptable will it 1 to 1 يعني هذه شو سمعنا عندي أبو bone loss فنحن قلنا هذه السكيل أو measurement يكون above the bone and below the bone هنا above the bone مساوي لي below the bone فهذه minimum accepted ratio لكن بعض الحالات يستخدمون greater than this ratio يعني يكون هذه مسافة بعد أكثر من الروت في حالة فقط حالتين اللي يكون opposite artificial or placebo يعني في هذه الحالة نضمن إنه ماكو user suppressed على الأبطال أوكي بس طبعا هذا راح يكون poor prognosis فهذه حقوها مهمة مع يعني الحالة صعبة جزء بالإسكوز هو جزء الإسكوز هذا كان الأريبيرال بون بنشوف هذا كان الأريبيرال بون in part of the tooth above the alveolar bone بالضبط هذا السكيل يعني above the bone okay لازم يكون أقل من هذا الميجرمنت اللي هو يكون below the bone يعني يكون more embedded inside the bone حتى يكون more stable okay فالمينيمم ريشيو acceptable هاي شلون تحسبوها طبعا شلون تحسبوها هاي؟ بالاكس راي اكيد بالاكس راي راح يبين عندك البون لوس تقدر تشوف انه في كل الحالات لازم التوت يكون embedded في مسافه تكون longer than the المسافه اللي يكون above the bone اوكي لكن المينيمم acceptable 1 to 1 هل اكو حالات تقدر يكون الكراون larger than the root نعم الجواب نعم حالة فقط من يكون الـ opposing artificial tooth أو الـ opposing missing بحيث ما عندنا أي stress على هذا الـ abutment ليش؟ لأنه هو poor prognosis واضح؟ دكتور عادي لا الـ opposing وإحنا قلنا بأنه إحنا نختار الكيسات اللي هي بيها minimal retention أو ما تكون ideal أهم شيء ما يكون عليها stress فمن يكون الـ patient عنده الـ abutment الأبوزنج ماله هو ريموفبل بريدج فالفرصه راح تكون اقل يعني لو سالت التباوع عليه تباوع فالأبوزنج يكون يا اما ميسنج او يكون ارتفيشال فتضمنين انه ماكو فد فورس قويه على هذا الابارتمنت يا ما تستقيم بس هو اذا وصل الى مرحله انه الكرام اكسبوز مور ذان ذا روت يعني يكون به فد جريد 1 موبيليتي 100% اوكي فطبعا هو هذا فور بروجنوسيس فاحنا نرجع نقول انه نقدر بعض البريودنتال كونديشن نسويها فيكس بريدج از اسيد بالنسبة للروت اختيارنا للروت يكون بس ناعم. اي دكتور ممكن 5 minutes only. الله يستر. لانه هذه كل الشورت حرامات نضيع عليها محاضرة. البست روت هو يكون larger buffalo wally. اوكي. إذا كان اكو curvature بالروت at the apical end يكون more better. اوكي. better prognosis. والفرقة روت نستخدمها فقط من يكون عندي شورت سبان ماتي روت بليز بليز حتى نخلص بدون كلام بدون كلام ماتي روت تيت از بيتر ذان سنجل روت تيت والروت كل ما كانت سيبريتد اور دايفرج بيتر ذان تو كونفرج اور يوزد السيرفس اريا اللي هو دائما احكي لكم على الانتس لو اللي هي الاماونت اوف بريدنتال تيشيو اراوند ذا ابارتمنت The abutment to be and the missing tooth that need to be replaced. Can
كمان stated that two of my team could support who wanted. لكن بعدين جونستون improved Thurman statement and was famous and disproved. أنت لو تعتمد على إنه perimeter area اللي نريد نعوضها للطول بتكون مساوية للأبطمنت or even the abutment is larger. يعني مثلاً لو نرجع إلى هذا السياق نشوف بالنسبة للور مولر لور بير سمولر perimeter area هي 430. أوكي بينما second molar 426 يعني very close to each other. فإذا منا حسب هذا الشارت نشوف بأنه إذا كان عندي missed first molar بس second molar alone without second premolar ممكن يشيل the missing molar. فإذا the root surface area of the abutment اللي هو يكون embedded in the bone okay اللي يشمل periodontal ligament والperisimental area يجب أن تكون equal or more than the root surface area of the teeth being replaced يعني missed. اوكي واضح؟ هذا الاكزامبل اصلا مبين. اللي يريد يشوف الاكزامبل هنا على الحاسبه